من أخص صفات العبودية نأخذ صفتين من صفات وعباد الرحمن. أول صفة من صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فعبد الله لا يمكن أن يكون بذيئا ولا فاحشا ولا كذابا ولا منافقا ولا مرائيا ولا غضوبا في غير الحق، بل هو كما قال الحق سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهنا وقفة عندما قال الحق سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لم يقل ولا تستوي الحسنة والسيئة، وإنما قال: ولا تستوي الحسنة ولا تستوي السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. هنا موقف هام جدا، الحسنات درجات فعليك أن تأخذ بأعلاها، والسيئات درجات فعليك أن تجتنب أدناها. ولا تستوي الحسنات، الحسنات درجات، فعباد الله يبحثون عن أعلى الحسنات. ولذا قال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا هذه الأبواق الكذوبة التي تتحرى الكذب، سماعون للكذب أكالون للسحت، يبيعون دينهم وأوطانهم بثمن بخس، لا يتقون الله. أي دين هذا وأي أخلاق هذه التي تبيح الكذب؟ سماعون للكذب، فرق بين سامع ومستمع وسماع. سامع قد يسمع، إنسان يتحدث فهو سمع، سمع دون أن يقصد، مستمع منصت، سماع يبحث عن سماع الكذب، كهؤلاء الكذابين الذين دائما ما يكذبون على ربهم وعلى دينهم وعلى أوطانهم، يبحثون عن اختراع الأكاذيب، سماعون للكذب أكالون للسحت. والجمع بين سماع تسميع الكذب وبين أكل السحت وطيد، لأنهم يأكلون السحت بأكاذيبهم ويتكسبون بها. لا هكذا يكون عباد الله، عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن ضمن صفاتهم التي جاءت في سورة الفرقان: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق.